جريمة بشعة في حاصبية تودي بحياة أحد مشايخ البياضة، والأهالي يستنكرون ويطالبون الدولة بكشف الفاعلين ومحاكمتهم. ضحية جديدة من ضحايا الأمن المتفلت في مختلف المناطق. ففي حاصبية جريمة أودت بحياة أحد مشايخ البياضة ويدعى سلمان الحرفاني داخل محل للسجاد يملكه، وذلك عبر إقدام مجهولين على إطلاق النار عليه من مسدس حربي فتوفي على الفور. جريمة القتل لاقت استنكارا عارما من شرائح المجتمع ورجال الدين، وأقفلت المؤسسات الرسمية والمحال التجارية وشلت الحركة داخل البلدة، فيما توجه الأهالي والمشايخ إلى البياضة لإلقاء النظرة الأخيرة على فقيدهم. نحن وجيراننا كلنا بناح مسلم مسيحي درزي عايشين مع بعض، بنحضر بقى فرح بعضنا، بنقدر بعضنا، ما حدا زعلان من التاني ولا ضرب. مرق حرب 16 سنة على لبنان، ما حدا ضرب الكف للتاني. كذلك أصدر الحزب الاشتراكي بيانا استنكر فيه الجريمة، مطالبا السلطات بكشف الفاعلين ومحاكمتهم، مؤكدا أن الجميع سيعملون على منع الفتنة وإغلاق كل منافذها. كما وطالب الأهالي الدولة بكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، متمنين أن لا يكون لهذه الجريمة أي أهداف سياسية أو طائفية أو مناطقية.